من هي الزوجة الفاشلة؟ الزوجة الفاشلة اللي ما عندها أسرار، بيتها مكشوف، أسرار بيتها وزوجها في جروبات الواتساب عند خالاتها، عماتها، خواتها، أمها، زميلاتها، بيتها مكشوف، ما عندها أسرار، البيت مكشوف كل ما تعنيه الكلمة، مشغولة بمشاكل صاحباتها وجيرانها وخواتها، وهي عندها مشاكل يا أن ما هي حاسة فيها أو أنها حاسة فيها ومطنشة غير مهتمة، بيتها رايح للهاوية وهي مشغولة بمشاكل الغير. تعتقد أن الزواج أنه حب ورومانسية وحياة وردية، لما تنصدم في الزواج والزوج والمسؤولية تنفس، ما لها خلق، ما تنبسط إلا في الجانب الوردي، لكن في الجانب المسؤولية والزوج والأولاد تكون منفسه ولا تسمع كلمة. غير كذا تكلفة مطبخها من أجهزة، من دواليب، من مواعين، من عشرات الآلاف، بينما أغلب شغلها طلبات من المطعم، زبالتها كلها أكياس من المطاعم وكراتين من المطاعم طبعا. غير كذا اللي هي تفكيرها خارج الأسرة، تحس نفسها خارج أسرتها، طلباتها، ملابسها، أغراضها، فيها الأنانية، خارج أسرتها تفكر، ما هي من مجموعة من 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 مجموعة الأسرة، لا تفكر في الأسرة وهي وفرد من الأسرة، لا، تفكيرها فيها أنانية واستقلالية.